تواصل كاميرا الدنيا توثيق الإرهاب الوحشي الذي يتعرض له الشعب السوري على يد المجموعات الإرهابية المسلحة أينما حلت. ومن حي الخالدية في حمص كان لمراسل الدنيا التقرير التالي. قبل 10 أيام بدأ الجيش العربي السوري حملة واسعة النطاق داخل أحياء حمص القديمة وحي الخالدية لملاحقة المسلحين الإرهابيين الذين لا يزالون يتمركزون داخل هذه الأحياء، وهي آخر الأحياء التي لا يزال فيها تواجد مسلح في مدينة حمص. المصادر العسكرية تشير إلى تقدم كبير لوحدات الجيش داخل حي الخالدية وعلى أكثر من محور، وصولا إلى منطقة وسط الحي والتي يقع فيها مسجد خالد بن الوليد والذي يتخذ منه المسلحون مركزا ومقرا لتجمعهم ومنطلقا لتنفيذ هجماتهم. التخريب الذي قام به المسلحون الذين كانوا يتمركزون داخل حي الخالدية طال أغلب المرافق العامة الموجودة في هذا الحي كالمدارس، حيث نشاهد هنا تجمعا للمدارس في حي الخالدية وهو يضم 3 مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، هنا مدرسة العسقلاني وجوارها. هذه المدارس كان يستفيد منها أبناء حي الخالدية وطلاب هذا الحي. مخبز الخالدية، هذا المخبز الموجود في هذا الحي والذي كان يقدم مادة الخبز لأبناء هذا الحي، أيضا طالته أيادي المخربين وطالت كل أدواته وآلياته، ما أدى إلى توقفه عن العمل نتيجة هذه الأعمال الإرهابية. خلال تقدمنا في حي الخالدية رصدنا جثثا لمسلحين قتلوا داخل هذا الحي بأيدي رجال الجيش العربي السوري، حيث جثثهم موجودة في الأماكن التي قتلوا فيها، وهذه الأماكن التي كانوا يتمركزون فيها ويتحصنون داخل هذه المنازل، منازل المواطنين. تصاعد وتيرة العملية العسكرية داخل حي الخالدية وإحراز التقدم الكبير على أيدي أبطال الجيش العربي السوري يرافقه ارتياح شعبي كبير وإيمان باقتراب ساعة النصر. لأخبار قناة الدنيا، أحمد العاقل، حمص.